في البداية نود أن نتقدم بأسمايات الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن استضافتها للمؤتمر الأول لسلامة وأمن الفعاليات الكبرى وحسن ضيافتها وحفاوتها واستقبالها للوفود المشاركة. ونشير في هذا المقام إلى تأكيد رؤساء الوفود في عدد من الحوارات الجانبية لانبهارهم بحسن تنظيم دولة قطر لهذا الحدث الدولي المهم. كما نؤكد على نجاح المؤتمر باستقطاب عدد كبير من الخبراء الدوليين في مجال أمن الفعاليات الكبرى بما يؤكد عمق التعاون الدولي في هذا المجال وبما يعد رصيدا يمكن البناء عليه في المستقبل، آملين أن تحذو بقية الدول الأعضاء حذو دولة قطر لخدمة الأمن الدولي وتأمين الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى. كما نود الإشارة إلى أبرز ما أنتج عن هذا المؤتمر تدشين منظمة إدارة المعارف التي قدمتها دولة قطر بالشراكة مع الانتربول للمجتمع الدولي لكي يكون مرجعا مهما وإرثا يمكن البناء عليه لخدمة البشرية على مدى عقود قادمة بما يساعد على ترسيخ الأمن والسلامة في ربوع العالم. وإذا نؤكد أن ما حدث اليوم هو إرث معلوماتي يمثل كنزا حقيقيا للمجتمع الدولي ويمثل أيضا ذخيرة معلوماتية يمكن الرجوع إليها واستفادة كافة الدول الأعضاء المقبلة على تنظيم فعاليات كبرى متسلحين بهذه القاعدة المعرفية الثرية التي أرست دعمها التعاون دولة قطر بالتعاون مع الانتربول. وختاما لا يسعني باسم انتربول إلا أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات المؤتمر بما يعزز تفعيل مخرجاتها التي تدعو إلى سلامة وأمن الفعاليات الكبرى. In this instance, just allow me to say one more thing. I would like to thank all the speakers for the effort they have presented and came all the way over here to Qatar. And then specifically, I would like to thank Stadia team for all the efforts they have spent over the few months ago with SC. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.